في منطقة رفح جنوبية قطاع غزة. مباشرة يسعدني أن أرحب عبر الخط الهاتفي بالزميل الصحفي من هناك محمد ياسين. محمد أهلا ومرحبا بك معنا، أمنياتنا دوما لك بالسلامة أنت وكل الأهل وكل الطواقم الصحفية العاملة في القطاع، أهلا بك. حياكم الله. يعني بداية زميل محمد، يعني مدينة رفح بين الاكتظاظ وتزايد الغارات خلال الساعات الماضية وأيضا تزايد التهديدات بالاجتياح بريا خلال الساعات القادمة، كيف تبدو الصورة الميدانية حتى هذه اللحظات؟ نعم، الصورة الميدانية في محافظة رفح التي يقطنها في هذه الأوقات أكثر من 1,000,000 فلسطيني، السواد الأعظم منهم اضطروا للنزوح من مناطق مختلفة من قطاع غزة في إطار العدوان الإسرائيلي الواسع والشامل على القطاع الذي ممتد منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث ما زالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة في سماء المحافظة بين الحين والآخر، و تجدد غاراتها باتجاه الأهداف المدنية مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين المدنيين. وربما تستمع معي في هذه الأثناء حركة نشطة لسيارات الإسعاف، حيث نكون بالقرب من مستشفى النجار. الوضع الميداني يسود في محافظة رفح في ظل تعالي التهديدات الإسرائيلية وتجددها بخصوص التوغل في المحافظة، مما ينذر بخطورة بالغة ويجعلنا أمام مذابح جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين والمدنيين في المحافظة، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يتورع عن التوغل في محافظات السابقة في قطاع غزة، ورغم التحذير الدولي من مغبة الإقدام على هذه الخطوة فتمت ترقب في هذا السياق. نعم، يعني زميلي محمد، بحسب رصدك ومتابعتك للأحداث الميدانية المتتالية في كل دقيقة نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، يعني اجتياح رفح بريان بخصوص هذا الموضوع على وجه التحديد، هل لاحظت خلال الساعات الماضية أن القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة ازدادت وتيرته، ازدادت شدته خلال الأيام الماضية، وهو ما ينذر لربما أيضا بتقرب أو اقتراب هذا القصف أو اقتراب الاجتياح البري؟ يعني هل هناك تزايد في وتيرة القصف على هذه المنطقة؟ نعم صحيح، نشهد كثافة في الغارات الإسرائيلية باتجاه محافظة رفح منذ نحو أكثر من أسبوع، يكاد لا يمر يوم دون عدد من الغارات التي تستهدف أهداف مختلفة في المحافظة، وفضلا عن ذلك الطيران الإسرائيلي يكاد لا يغيب عن سماء المحافظة، ونرى الطائرات وهي تجوب سماء المحافظة رأي العين إذ أنها تحلق على ارتفاع منخفض، وخاصة في أوقات المساء وأوقات القريبة من الصباح نسمع دوي انفجارات مختلفة نتيجة غارات إسرائيلية باتجاه المدنيين في المحافظة. نعم، يعني زميل محمد كمان اسمح لي أن أتحدث حول الحالة الصحية والإنسانية لأهلنا في هذه المنطقة، يعني باتت اليوم رفح هي الملاذ الأخير والآمن أيضا لجميع أهالي قطاع غزة، لكن في المقابل هناك تهديدات قريبة باجتياح رفح بريا خلال الأيام القادمة أو حتى لربما خلال الساعات القادمة، هناك يعني مجازر متواصلة ومتتالية في كل دقيقة، وهناك تفاقم في الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كامل نتيجة عدم قدرة البلديات اليوم على العمل بشكل مثالي، يعني ماذا عن الحالة الصحية والإنسانية للناس المتواجدين في هذه المنطقة؟ نعم، هنا يجدر الإشارة إلى أن محافظة رفح منذ سنوات وقبل العدوان الإسرائيلي وهي تطالب بحقها في مستشفى يلبي الاحتياجات الطبية والرعاية الصحية لأهلها. فاليوم محافظة رفح وهي تأوي أكثر من 1,000,000 نازح في ظل ظروف
غاية في الصعوبة وتفتقر لأبسط المقومات الحياة الإنسانية الطبيعية، مما أدى لانتشار بعض الأوبئة ونسى عن ذلك ظروف قاسية أنهكت أجساد النازحين وألقت بظلالها على أصحاب الأمراض المزمنة. فالمحافظة تفتقر للمؤسسات الصحية القادرة أساساً على تلبية الاحتياجات الطبية لسكان المحافظة. فكيف يبدو المشهد اليوم مع هذا التكدس ومع هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل؟ نتحدث عن عدد محدود من المؤسسات الصحية ذات الإمكانيات المحدودة والتي لا تقارن إجمالاً بالإمكانيات الطبية مقارنة بمستشفى كفاء باعتباره أضخم مجمع طبي في قطاع غزة. هذه المؤسسات الطبية أنهكت على مدار أيام العدوان الإسرائيلي في استقبال الشهداء والجرحى، فضلا عن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمستشفيات وشح المستلزمات الطبية والأدوية، مما يجعل عملية أي توغل بري باتجاه محافظة رفح عملية إعدام جماعي وإبادة جماعية بحق المحافظة ومن فيها من سكان ومن نازحين. صحيح، يعني في كل دقيقة يقص ويدق ناقوس الخطر دمار وتشريد وحرب إسرائيلية متواصلة وتهديد باجتياح رفح بريا، ونتحدث حول هذه الظروف المأساوية والكارثية الإنسانية أيضا الصعبة جدا وانتشار الأوبئة والأمراض. إن أردنا الحديث يعني بكلمات لربما عن الوضع الإنساني والصحي يعني لا يسعنا سنوات طويلة للحديث عنها، واليوم باتت المجاعة أيضا منتشرة ليس فقط في شمال قطاع غزة بل أيضا في الجنوب. هذه هي الصورة التي تمثل خطف أرواح الغزيين حتى هذه اللحظة زميل محمد أمام أنظار كل العالم، ولا يحرك ساكن من أجل إنقاذ أهلنا في قطاع غزة. لا يسعنا إلا القول سيد محمد بأمنياتنا لكم بالسلامة والصحة العافية، أيضا أمنياتنا دوما لك بالسلامة أنت وكافة الزملاء الصحفيين المتواجدين في الميدان. أشكرك على هذه الرسالة وهذا الصوت، الزميل الصحفي من جنوب قطاع غزة محمد ياسين وبالتحديد من منطقة رفح. شكرا لك.